ان شاء الله. طب بص يا نجلاء، لو يعني ايه، لو تسأل جوز مثلا، لو جوز هيعزم لو مين؟ الفلاح البحري العربي، سوزان. يعني ما تجيبش جوز انا مش البحري سامع، مش سامعاك، صوت بيقطع. مين هي؟ سوزان. ايوه يا عم سوزان، بقول لك مشتركات. على سوزان قصدك يعني؟ عاملين مع بعضيهم ولا كل واحد في حتة؟ معرفش ايه؟ طب ولا نفترض يعني ما فيش، او يعني لو نفترض ما يعرفش، نتصرف ازاي؟ نسأل ازاي؟ من هم مصطفى وكرولوس؟ ماشي. طيب بس هم، طب ماشي، ما الوضع يبقى هو بعينه. ما هو من المشكلة احنا ما سبناهمش، عشان احنا سبناهم عشان ما فيش ما عرفش، مش حلو. طيب ماشي، الا جد مش شايف تاني. ليه ما انتوا كنتوا بتدفعوا بانتظام؟ طيب يعني لو انت ناوية تعملي كده، ما تنزل تكلميه على طول. مش انت يعني الشرط، ما نسأل على طول. العطا هنا كانت فين بالظبط؟ في تأخير الفلوس ولا في حاجة في السلوك ولا في ايه؟ ايه؟ انت عارفة مكانهم؟ طيب انت عارفة مكانهم؟ عارفه مكانهم؟ عارفه مكانهم فين؟